وبكل يقين تقول أنا واثق أن ربنا سبحانه وتعالى طالما أننا قدمت طاعته سبحانه وتعالى سيخلفني أفضل من ذلك. سبحان الله. عبر عن حبك بطاعتك له سبحانه وتعالى، عبر عن حبك بصلاة الفجر، عبر عن حبك بصلاة الجماعة، عبر عن حبك إنك تطيعه سبحانه وتعالى وإن كان الأمر في مشقة جدا. عبر عن حبك إنك تقول يا رب سأقدم طاعتك على أي طاعة. الصحابة رضوان الله عليهم يوم أحد عبروا عن طاعتهم لله سبحانه وتعالى بصورة عجيبة جدا. الصحابة رضوان الله عليهم الآن بعد انتهاء المعركة أصيبوا بآلام شديدة جدا، إما آلام بدنية بسبب الجراح اللي أصابتهم، أو ألم نفسية بسبب أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصيب بمثل هذه الجراحات والدم من رأسه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف أبدا، أو بجراحات نفسية أخرى إن كل واحد منهم فقد حبيب صاحب أو أب أو أخ أو ابن. ومع ذلك لما أمروا أخرجوا لغزوة حمراء أسد نفذ الأمر مهما كان الأمر فيه شدة. سبحان الله، عندها تعبر عن حبك لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوضح لك أيضا صورة أخرى من صور محبته سبحانه وتعالى لك، يحبهم ويحبونه. عبر عن حبك كما عبر هذا المحب الذي قال والله عبرت عن حبي لربي بأنني ما فاتتني تكبيرة الإحرام في جماعة منذ 40 سنة. وقال آخر والله عبرت عن حبي لربي تبارك وتعالى بأنني حافظت على صلاة الجماعة 50 سنة. وقال الصحابة رضوان الله عليهم عبرنا عن حبنا لربنا تبارك وتعالى بمفارقتنا الأهل والأحباب والأرض والهجرة من مكة المدينة. فعبر أنت عن حبك بالطاعة له سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم عبروا عن حبهم بالطاعة، أنت عبر أيضا. قال أنس كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمنادي ينادي ألا إن الله قد حرم عليكم الخمر، وتلا الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ها عبروا عن حبهم لله سبحانه وتعالى بإيه؟ عبروا عن حبهم لله سبحانه وتعالى بهذه المقولة وبهذا الفعل. قال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. قال فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا. سبحان الله، عبر عن حبك بالطاعة، عبر عن حبك بالطاعة. عبر عن حبك النهاردة بمبايعة على لبس النقاب، عبر عن حبك النهاردة بأخذ قرار خلاص هنسيب بقى لبس الضيق والاسترتشات والبضهات، خلاص من النهاردة نلبسها ساحة. أعبر عن حبي لربي سبحانه وتعالى بالتزامي بمحافظتي على الصلاة. عبر عن حبك بطاعتك له سبحانه وتعالى. عبر عن حبك بالإقبال على حديثه، بالإقبال على كلامه وإلقاء السمع لهذا الكلام، كلام الله. عبر عن حبك لربك بقربك من كلامه سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل أبدا أن يسمع رجل يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يتركه ويسير. في الصحيح، صحيح مسلم وابن سعد في الطبقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على بيت أبي موسى الأشعري وكان أبو موسى يقرأ القرآن، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. ليه؟ المحب كده بيعبر عن حبه بكثرة سماع كلام ربه، يقبل على حديثه ويسمعه. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويسمع ويسمع ومن قطع السماع حتى أذن للفجر. شفت المحب أبو موسى طيلة الليل مع كلام ربه، وأما النبي يعبر عن حبه بكثرة السماع. عبر عن حبك النهاردة، سيب بقى شرط الأغاني والكلام الفاضي ده، النهاردة قرآن. قال عمر خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات ليلة فمر النبي على المسجد
فإذا برجل قائم يقرأ القرآن، فظل النبي يستمع له ويستمع. شوفوا النبي سبحان الله، أول ما يسمع القرآن يصغي له بسمعه، ده كلام الله سبحانه وتعالى. قال عمر: حتى مللنا القيام. ثم قال: فرفع الرجل يديه وأخذ يسأل الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول: سل تعطى. وعندها انصرف النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى الرجل هذا الكلام. ثم قال النبي: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. سبحان الله، الحبيب دايما بيقبل على سماع كلام حبيبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قابل ابن مسعود ذات يوم، فقال: يا ابن مسعود اقرأ علي. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، ده أنا أسمع كلام الملك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. قال: فاستفتحت بالنساء، فظل النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عيناه تدمع عيناه، ده بيسمع كلام الملك سبحانه وتعالى. وجاء المحبون الصادقون من بعد ذلك ما شاء الله لك وسب الله، مقبلين على مثل هذه المجالس، مجالس القرآن، مجالس القرآن. فكان عمر يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويقول له: يا أبا موسى، ذكرنا ربنا، حرق قلوبنا بكلام ربنا. فكانوا يعبرون عن حبهم لربهم تبارك وتعالى بسماعهم لكلامه والإقبال على هذا السماع. والله أحبابي، أنا عارف ما شاء الله إن كل أهل وأحباب الآن دايما مشغلين إذاعة القرآن الكريم في البيت، ولكن أنا نفسي يكون لنا في كل يوم كده مجلس أقعد فيه أسمع وأقول: هذا كلام الله، هذا كلام ربي، وأنا أعبر عن حبي بإصغاء السمع لهذا الكلام الجميل، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. أجل ذلك كان أخ من أخواننا أرسل رسالة بيقول: والله يا شيخ أحمد، أنا أعبر عن حبي بهذه الكلمات اليسيرة، أنني لا آنس أبدا في جوف الليل، لا آنس أبدا في جوف الليل. ويقول: أنا أعرف أنني مقصر، أنا لا آنس أبدا في جوف الليل بالقيام ولا بالقراءة، ولكن بشغل القرآن وأفضل أستمع وأقول: إذا كانت هذه لذة الكلام فما هي لذة الرؤية؟ إذا كانت هذه لذة المناجاة، إن أنا أسمع كلامه سبحانه وتعالى، فترى لذة الرؤية لما أراه كيف سيكون. عبر عن حبك بجلسة في كل يوم القرآن، عبر عن حبك بالنهاردة، خلاص أنا أخذت قرار أن أنا ألتحق بمجلس في يدرس القرآن. عبر عن حبك النهاردة أن أنا أخش على منتدى أو موقع من مواقع اللي أتعلم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، المواقع النسائية. عبر عن حبك أنك النهاردة إن شاء الله هتبقى رجل قرآني. عبر عن حبك لله سبحانه وتعالى أنك دايما تكون محب لكلام الله سبحانه وتعالى. شوف عمر كان إذا قرأ القرآن تحرق قلبه وبكى وقال: كلام ربي، كلام ربي. شوفوا المشاعر، قلوبهم كانت بتتحرك. ليه؟ أصله بيحب بجد، محب صادق. كم مرة كده سمعت القرآن وبدأ قلبك يتحرك وعينك تدمع وتقول: كلام ربي، كلام ربي. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يأخذ القرآن ويضمه على صدره ويقول: كلام الله، كلام الله، كلام الله. فترى انت اديت او عبرت عن حبك لله سبحانه وتعالى بكم من وقتك لكلام ربك؟ عبر عن حبك بالتزامك بهذا القرآن بجلسة. والله عظيم، أيتها الأم الفاضلة، وأنت أيتها الأخت الفاضلة اللي عندك أولاد، ما أجمل والله أنك تجيب أولادك كده وتقعديهم وتقول لهم: أنا هقرأ عليكم دلوقتي كلام الله سبحانه وتعالى، حبيبي هؤلاء الأولاد في كلام الله سبحانه وتعالى، ما أجمل والله. ياريت يكون ده المجلس أو الدرس العملي النهاردة لنا بعد الدرس. هاتي أولادك إذا كانوا صحيين، إذا كانوا نايمين بكرة إن شاء الله أول ما يصحوا هاتيهم كده وقعديهم وامسك المصحف وقرأي عليهم قرآن وشوفي ما شاء الله كيف ستتحرك القلوب بهذا الأمر. عبري عن حبك لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، عبري عن حبك
بالبذل. فالمحبون الصادقون يعبرون عن حبهم، يعبرون عن حبهم بالبذل. سبحان الله، أبو بكر لما أراد أن يعبر عن حبه بذل كل المال،